تقيم الجمعية العامة للجمعيات النسائية لتحسين الصحة سوقا سنويا يضم جميع فروع جمعية تحسين الصحة التي تغطي معظم محافظات الجمهورية، ويعرض في كل فرع منتجاته وصناعاته الإقليمية التي اشتهر بها. جمعية النشاط الأساسي بتاعها مساعدة مرضى الدرن وأسرهم، يعني من ناحية أولادهم وزوجاتهم وكده بنرعاهم لغاية ما يشفى المرض. المرض بيشفى في ظرف 3 شهور، بيكون المريض شفي تماما. عندنا عدة مشروعات تخدم المريض، يعني عندنا أسر منتجة، عندنا حضانة، عندنا مكتب الطفل، نادي طفل، مركز كمبيوتر، عندنا مركز علاج طبيعي، عندنا 11 مشروع، عندنا مشروع قروض عشان المرأة المعيلة والأسر الفقيرة اللي عايزة تعمل مشروع. معرض جميل وأسعاره حلوة في متناول الإيد، والخامات بتاعته جيدة والصناعات متقنة. احنا اولا بنشجع الصناعات اليدوية والصناعات الصغيرة ونشجع الحاجة الحلوة. يعني انا انبهرت بالمعرض، مش عجبني بس، رائع ومنظم واللي فيه ناس على خلق ومحدش بيجبرك على الشراء، انت تشتري باختيارك، وكلها حاجات فخر مصر. منتجاتنا احنا جايبين جبنة قديمة وجبنة قريش وجايبين لوبيا وجايبين ملخية ناشفة وجايبين ادقم سراير، والحمد لله يعني المعرض جميل جدا. احنا خلصنا كل المنتجات، ما عندنا ما عادش الا حاجات بسيطة، واحنا دي تاني يوم، يعني المفروض ده اول يوم في العرض وخلصنا كل المنتجات اللي عندنا. فالمعرض جميل، ودي تاني سنة لنا ان شاء الله نشترك في المعرض، وان شاء الله ما زال هنشترك تاني وتالت وكل سنة ان شاء الله. المعرض ده المعرض السنوي اللي بنعمله كل سنة عشان الفروع بتشارك كلها، واحنا دلوقتي 29 فرع في جميع محافظات مصر تقريبا، وإن شاء الله هنفتح في المحافظات الجديدة كمان بإذن الله. يعني المعرض ده بالذات بقالنا سنين يعني بنقيمه كل سنة، في كل الفروع بتاعت الجمعية بتشارك وبتجيب منتجاتها الإقليمية والبيئية وما يعبر عن البيئة اللي هي جاية منها، سواء الصعيد أو البحري أو يعني في جميع المحافظات بيجيبوا منتجاتهم اللي هي بتعبر عن بيئتهم واللي هم بيتميزوا بيها، إلى جانب المواد الغذائية كمان اللي كل محافظة بتشتهر بيها زي الصعيد والكركدي والفول والتوابل والحاجات دي كلها موجودة. كله بيعرض كل الحاجات اللي هي بتعبر عن محافظته فيها إيه والبيئة نفسها فيها إيه. ضم المعرض العديد من المنتجات المختلفة التي تتميز بها كل محافظة، كما شهد المعرض إقبال عدد كبير من الجمهور من مختلف المحافظات. إنجي خالد، نهارك سعيد.